مساء الخير واهلا بكم في المواجهه مع النفس. بعيدا عن اي انتماءات واعتبارات سياسيه، خلينا نعترف اننا صحينا بعد ثورتين على حقيقه مؤلمه، وهي ان نظامنا التعليمي في اسوأ حالاته. وتقدر تقول ان اصلاح التعليم هو احد الملفات اللي عليها اجماع من المصريين على جميع المستويات. المتابع لتاريخ التعليم المصري هيكتشف انه وصل لمستوى هايل في الاربعينيات والخمسينيات، واستمر بقوه الدفع الذاتي حتى الثمانينات، ولكنه انهار تماما في التسعينات، لدرجة إن اللي معاه ابتدائية قديمة بنلاقي مستوى التعليمي أعلى بكتير من خريج الجامعات حديثا. عشان كده لما أطلق الرئيس السيسي استراتيجية تطوير التعليم لقى دعم شعبي كبير. لكن بعد مرور 4 سنوات، خلينا نسأل إيه هو تقييم المصريين لما تم إنجازه في هذا الملف؟ وهل تراجعت أهمية الثانوية العامة بعبع التعليم المصري أمام الصف الرابع الابتدائي اللي مؤخراً أصبح مصدر شكوى ومحل اهتمام، وكأن تلاميذ مصر كلهم في رابع ابتدائي؟ وهل أثرت الكورونا في العامين الماضيين على مستوى تلاميذ هذا الصف اللي فوجئوا بمناهج مطورة ومحدثة يتم تدريسها لأول مرة في مصر؟ مشكلة سنة رابعة إن هي طول عمر، عشان نبقى واضحين، عشان حرام، سنة رابعة طول عمرها بتمثل مشكلة للطفل. ليه؟ لأن في سنة رابعة الطفل بيبتدي ياخد مواد إضافية عليه على المواد، بيبتدي ياخد دراسات اجتماعية لأول مرة، بيبتدي ياخد ساينس لأول مرة، يعني مادتين بيضافوا عليه، ويبتدي بقى الرياضيات تبقى أصعب والعربي يبقى أصعب، يعني بيعتبروا إن هو خلاص بقى إيه، عدى تالتة ابتدائي فكبر يعني. الحاجة التانية إضافة مواد أخرى، هم بيقولوا طبعا هي مش بتخش في المجموع ودي بتنمي الشخصية، لكن هو احنا مش متعودين، ولا تم تدريب الأطفال ولا تم تدريب المعلمين على فكرة ان انا ادرس مادة مش همتحن فيها. دفعة رابعة مثلا السنة دي، ان الدفعة دي اتظلمت شوية. اوكي، اتظلمت في ايه؟ عدى عليهم سنتين كورونا. اوكي، سنة اللي هو نص ترم طار، والنص والسنة اللي بعدها إن أنا عندي كان جزئية الأونلاين موجودة، حضور مش منتظم في المدرسة، أيام مدرسة أيام أونلاين، فما كانتش فيه فكرة اللي هو 5 أيام في الأسبوع. فزي ما قلنا لحد سنة تالتة الدنيا ماشية تماما. دخلت عليا سنة رابعة بفجوة كبيرة جدا ملهاش علاقة بكل ما تم وكل الأهداف اللي كانت مطلوبة في المرحلة اللي هي من رياض الأطفال لتالتة. بمعنى لما أنا إجي أقول مثلاً في منهج الرياضة إن أنا مطالبة أخلص الترم الأولاني 66 درس متقسمين في صورة 8 وحدات، 66 درس أخلصهم إزاي؟ اتوزع الكتاب، وبعد ما اتوزع المفروض إن إحنا لسه مخلصين أول 4 وحدات. فلك أن تتخيل الأهالي عاملة إيه؟ إن هم مسافة ما بيخلص درس إلى نفسهم في الدرس اللي بعده، يخلص درس في الدرس اللي بعد. طب هل الطفل استوعب الدرس؟ حل عليه كفاية؟ ما اعتقدش ان ده كان الهدف بتاعنا من الاول خالص، ان انا كنت اجي مجرد ان انا باجي بدي كمية دروس وخلاص. مطالبة من دلوقتي لحد نقول نص شهر 1 ان انا اخلص نص الكتاب التاني بنفس النمط عشان اكمل 66 درس. اوكي، طب ازاي؟ دي حاجة. حاجة تانية زي العلوم، أوكي؟ مديني برضو الكتاب كان نقدر نقول من نص 11 بدأ برضو إيه يتوزع على المدارس. الكتاب فيه معلومات، ومطلوب مني كطالب حاجة من خلال زي بنك المعرفة كده، إن أنا ببدأ أجمع معلومات عن الدرس بصورة تانية بس مش موجودة كتابية عندي. طب وهمتحن في إيه؟ همتحن في الاتنين. طب أنا ما عودتش الطفل ده إن هو بيفتح ويطلع ويعمل والكلام ده، يعني كان ممكن أخلي حتى جزئية الامتحان تبقى في الجزء بتاع الكتاب. وإزاي أنت مسلم الكتب في ترم قصير بادئ في أكتوبر وهيخلص في يناير، وكمان مسلم الكتب متأخر وكم كبير جدا؟ طب ليه؟ غلطة مين؟ الوزارة متعاقدة مع شركات، لأن الشركات الكتب يعتبر منهج دولي وليس منهج مصري، يعني أصبح يعني هو مصري بطريقة دولية أصبح منهج دولي، فهناك تعاقد مع شركة هي اللي بتكون بالطباعة وتوزيعها وكلام ده. كان هناك تأخير بسيط من الشركة. الوزارة لما حددت على أساس يتم تسليم الكتب من بداية العام الدراسي قالت 3 امتحانات، امتحان رابع ابتدائي قسموا 3 امتحانات في الترم الأول و3 في الترم الثاني. هو الوزارة
دمجت اختبار خلته نوفمبر وديسمبر اللي هو كان من 5 ل 9 ديسمبر انتهى الاسبوع الماضي، ضمته في امتحان واحد واعلنت الجدول اللي هو هيتم في نص السنه اللي هو 15 يناير. يعني عشان تاخير الكتب وكان مسؤوليه الوزاره وكانت واضحه وصريحه وكان هناك شفافيه من الوزاره، تم فعلا الغاء امتحان من الامتحانات وخلته امتحانين وكلها ما ليس هناك درجات. يعني هو مشكلة ولي الأمر دلوقتي بيدور على الدرجة. اللي حصل في سنة رابعة ده كان لابد أن يكون بهذه الصورة، لأن التطوير حضرتك فيه مادة مواد العلوم والرياضيات، ودايما التعليم فيه حراك بصفة مستمرة على مستوى العالم. فاللي كان بيدرس في العلوم والرياضيات ممكن في سنة تالتة إعدادي، إما بنزله عشان يدرس في سنة رابعة، ده مش نوع من إن أنا بصعب العملية التعليمية، لا، لأن التطور في العلوم والرياضيات سريع جدا على مستوى العالم كله، لابد أتمشى مع دي. نمرة واحد. نمرة اتنين، للأسف المعترضين أولياء الأمور في المقام الأول. ليه؟ لأن هم اللي بيذاكروا لأولادهم، فما بيذاكر هو كان تعود على منهج معين مقرر اللي درسه وهو كان في المدرسة، فكان متمشي معاه. إنما ما يلاقي حاجة أعلى من مستواه الثقافي والعلمي يقول لا ده أعلى من قدرة الطالب على استيعابه، ده جانب. إذن ولي الأمر مش هو اللي يقرر المنهج إيه اللي هيدرس. المدرسين جزء منهم معترض على ما حدث في مقررات سنة رابعة لأن هو ما تدربش عليها أساسا. المناهج، لا، المناهج للأمانة بعد ما سألت ناس متخصصة وناس دي شغلتها مدرسين اللي بيدرسوا المراحل ديت، أشادوا بشكل كبير جدا بالمناهج، قالوا مناهج متميزة جدا ومتطورة جدا، وفي نفس الوقت مفيش فيها مشكلة بالنسبة لهم، لأن المنهج كان تراكمي، بمعنى أن المنهج بتاع سنة رابعة السنة دي ده مبني أصلا على المنهج بتاع تالتة وتانية، فمفيش فيه حاجة اللي هي جاب كبير. بس اولياء الامور لان اول مره الطفل اول مره يمتحن في سنه رابعه، ما كانش بيمتحن في قبل كده، فلما لقوا ان ابنهم هيمتحن انتبهوا، ايه ده في مقررات، ده في منهج، فبداوا ياخدوا بالهم من المنهج. في ميزه تانية برضو ان المنهج تكاملي، بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم لو بياخدوا في الانجليزي مثلا درس عن النبات، فبياخدوا المعاني الكلمات بتاعه النبات باللغه الانجليزيه، بيدرسوا برضو النبات في العلوم، بيدرسوا برضو النبات في لو في امور رياضيه، بيدرسوا لو في متعلق بحاجات اجتماعيه، يبقى بالتالي المنهج تراكمي وتكاملي، ودي من السنه المطلوبين في اي منهج من المناهج. اولياء الامور نفسهم عاملين ايه معاكم في رابعه ابتدائي؟ يعني كميه الجلج اللي احنا بنشوفها يعني كاننا في ثانويه عامه بالظبط، امتحانات وننزل من بنك المعرفه الاسئله اللي ممكن تيجي، وخايفين الاولاد ينزلوا في التقييم بتاع ديسمبر اللي فات دوت وعايزين يجيبوا درجات حلوه، ده كان فارق معاهم خالص يعني، فكانوا مرعوبين ومش عارفين يذاكروا لاولادهم، فدي كانت مشكله اكبر. هو كل ما المنهج بيبقى متغير جديد بيلاقي مقاومه شديده من ولي الامر ومن المعلم اللي هو متعود ان هو على طريقه سيستم معين، شيتس معينه، منهج كان متعود عليه طول عمره، ولكن هو الديسكفري منهج فوق الرائع، ومنهج رابع ابتدائي فوق الرائع. والاكتيفيتيز والمهارات اللي موجوده جواه، احنا زمان ما كناش بنسمع عن الاوتكم والاوتبوت والحاجات اللي هي دي اللي احنا جديده علينا، فده السبب ان هم مش متعودين بيعرفوا الحاجات دي. اولى وثانيه وثالثه ابتدائي حضرتك لغيت التقييم، مفيش اي تقييم لا في اولى ولا في ثانيه ولا في ثالثه ابتدائي، وفجاه بعد 3 سنين حضرتك بتقول انا هقيمهم، تمام؟ فحضرتك ما تمهدتش، هي دي المشكله، لكن مش مشكله ان يبقى في تقييم، بالعكس ده هو من الواجب ان يبقى في تقييم. المشكله اللي حضرتك تقدر تتكلم فيها او تحط ايدك عليها ان هو عدم اشراك ولي الامر، ومش اشركه اللي انا هجيبه واتكلم معاه، لا، يعني انا بقول الخطه وبقول اللي انا هعمل 1 2 3، تمام؟ إذا ولي الأمر وصل له كده وبقى عارف هو داخل على إيه، تمام؟ مش هيبقى عنده الخوف اللي هو اللي حاصل والرعب اللي حاصل في رابعة ابتدائي. النهاردة حضرتك مش عارف أنت داخل على إيه. هل المناهج تقيلة فعلاً في رابعة ابتدائي؟ لا خالص خالص، بالعكس. وهو النهاردة التطوير المناهج اللي عمله هو كان صح جداً. النهاردة المناهج القديمة قائمة كلها على الحفظ، يعني حضرتك بتجيب المعلومه بتدي له المعلومه لحد عنده، وولي الامر يتعود ان هو ياخد المعلومه لحد عنده. حضرتك النهارده طورت المناهج، بمعنى ايه؟ مش تطوير بمجرد اللي انا غيرت منهج وحطيت منهج تاني، لا، النهارده فعلا هو بيحاكي التعليم الدولي عن طريق ان هو بيعلم الطالب ان هو يبحث.
طب ليه ما اقولش ان ده اللي بيتدرس في الدولي وبيتدرس بره مصر؟ ما هو نفس الطفل ونفس السن. ما بيتدرسش بنفس الكم ده، بيتاخد حاجات منه. لان لو انا جيت قارنت منهج الدولي مثلا بتاع سنه رابعه وبتاع دلوقتي اللي احنا شغالين بيه، عمري ما هلاقي عندهم 66 درس المفروض يخلصوا في ترم واحد، استحاله. يعني ده لو هنقول مجازا، لو هم 66 هتكلم على ترمين ويمكن اقل، بس في ترم واحد ان انا مطالب اخلص الكلام ده كله صعب قوي. هل المنهج طويل على الفتره التعليميه الاولى للترم الاول؟ لا خالص. انت يعني هنا لو اتكلمنا على عدد ايام الدراسه سواء 190 يوم في الترم الاول او زيهم او اقل منهم في الترم الثاني، عدد اقل. يعني في دول كتير بتوصل لعشر شهور تعليم بمنهج اقل من كده. فيعتبر كل وحده اللي بيدرسوها متحدد لها الوقت والتاريخ ان هو يخلص امتى وبيبدا امتى عشان يوصل لدرجه الفهم اللي هو عايز يفهمها. الكم كتير، 13 ماده يا سياده الوزير، هنعمل ايه؟ في حين ان هم الاساسي الخمسه، العربي، الرياضه، العلوم، الانجليش، المواد اللي متعرف عليها. لكن لما جه دخل السنه دي، لو حضرتك زي ما قريت، دخل لنا مثلا التوكاتسو، القيم واحترام الاخر. التوكاتسو دي عملت برضو ضجه جامده جدا جدا جدا. ايه هو التوكاتسو؟ في حين ان هي يعني انشطه سلوكيه بينمي المهارات العقليه للطلاب بالاضافه لمهارات سلوكيه تانية. ازاي بنحترم بعض، ازاي بنعتمد على نفسنا، ازاي ان هو عاوز يخلق طفل من الصغر بناء قادر على تحمل المسؤولية. يعني معنى كلام حضرتك راضي عن مناهج رابعة ابتدائي ولا معترض على مناهج رابعة ابتدائي؟ لا، هو أنا مش معترض عليها، أنا مش معترض عليها خالص، ولا حتى الماميز معترضين، هم معترضين على الكم. فبينجدوا لسيادة الوزير إنه ياريت بلاش نرجع للجزء اللي تطرقنا ليه وامتحناه علشان الكم كبير جدا. رقم اتنين الكيف. نلاقي المحتوى تقريباً شبه برضو المدارس الدولية، ولكن المحتوى حاليا في التعليم المصري ابتدائي المصرية أعمق أكتر. مع النقطة الأهم بقى بالنسبة لي أو في وجهة نظري، إن الطالب عشان يتعلم منهج جديد محتاج معلم عارف أساسا المنهج الجديد ده. هنا بلاقي المشكلة اللي أنا شايفها حقيقي متكررة في أي نظام جديد بتعمله الوزارة، إن المعلم اللي مفروض هو حلقة الوسط بين ما هو جديد والمتعلم اللي هو الطالب، لا، بلاقي المعلم دوت هو النقطة، للأسف النقطة الأضعف في المعادلة. ليه أضعف؟ لأنه مش متدرب بشكل كويس. تقييم بقى رابعة ابتدائي أخباره إيه؟ هو اتعمل امتحان سهل خالص ولذيذ، بس كان في مشكلة جامدة خالص، ان الوزير هيبني تقييم التعليم على درجات رابعة ابتدائي. طب انا عايز اقول حاجة ممكن ناس كتيرة تزعل منها، بس هي حقيقة ما نقدرش نخبيها. رابعة ابتدائي كانت بتغش السنة دي، وكانت بتغش من المدرسين بتاع المدرسة نفسها. اتقال ان التقييم اللي اتعمل كان فيه بعض حالات الغش، ان المدرسين ساعدوا الاولاد يغش، او مدرسين بيساعدوا. في حالات كده طبعا موجوده، وخاصه في الارياف والاماكن البعيده. لا، في مساعدات طبعا، عشان اولا في عندنا قاعده ان الطالب ما يسقطش. مش فاهم مين اللي عملها، ان الطلبه بتوع ابتدائي ولغايه اعدادي ما بيسقطوش، لازم ينجح حتى لو ما عملش حاجه. فالمدرسين عشان ما يروحش الورق فاضي، لا، بيغششوا الاولاد عشان ينجحوا. تعودنا نسمع من الطلبة ومن أولياء الأمور شكاوى تخص صعوبة الامتحانات أو صعوبة المناهج، لكن في رابعة ابتدائي السنة دي كانت أول مرة نسمع شكاوى صعوبة المناهج من المدرسين اللي المفروض إن هم اللي هيشرحوها. طيب هل ده سبب ضعف مستوى بعض المعلمين من خريجي العهد التعليمي السابق اللي كلنا معترفين بفشل وضعف مخرجاته؟ ولا المعلمين على أعلى مستوى ولم يكن ينقصهم إلا التدريب الجيد؟ خلينا نوجه السؤال ده بشكل مباشر ونقول: هل تلقى معلمو الصف الرابع الابتدائي تدريبا كافيا على المناهج الجديده؟ الوزاره امتى بعت التدريب على المنهج رابعه ابتدائي قبل ما تدرسه؟ هي بعتت من قبل الدراسه بحوالي شهر ونص او شهرين، بس التدريب المده بتاعته ما كانتش كافيه. يعني انت اتدربت قبل دخول الدراسه بشهرين على المنهج الجديد؟ تمام. اتدربت ازاي؟ احكي لي، كان التدريب يعني عامل ازاي؟ هو التدريب معظمه بيبقى روتين، بيبقى اوقات كده 3 ساعات في اليوم، بيديك طريقة الشرح، انت تستوعب المعلومة دي ازاي، طب هتطبقها ازاي. مين القائمين على التدريب كانوا؟ بيبقى يعني منتدبين تبع الوزارة، يعني اساتذة جامعة ولا مدرسين قدام ولا لا موجهين؟ لا، اساتذة جامعة وممكن موجهين كبار. يعني هم اللي ضربوك؟ هو اولا المنهج نزل وخري رابعة ابتدائي، احنا فضلنا مستنيين يعني نزل قبل الدراسة بحوالي اسبوع.
امال انت ضربت على ايه قبلها بشهرين؟ يعني كانوا في حاجات كده مقدمات الوزاره عارفاها. بس احنا عرفنا السورس او المصدر بتاع المنهج من الكتب الخارجيه قبل الوزاره نفسها، لان الكتب بتاع الوزاره نزلت بعد الدراسه. يعني كتب الخارجيه نزلت قبل نزول كتب الوزاره بكتير طبعا، في كل المواد. بعد ارجع الموضوع، المنهج كويس والمدرسه كويسه ولا الامور كويسين، بس العيب في المدرس انه مش مدرب بما يكفي. وبعض يعني اصحاب المدارس قالوا ده اذا كان احنا التدريب جالنا اليومين دول اثناء ما خلاص قربنا نعدي الترم او نخلص الترم. ادرب المدرس على ايه والكتاب لسه نازل في اول شهر 12؟ يعني هو بالنسبه له خد عناوين واجتهد ان هو حاول يشتغل عليها. ما كانش عندي الماتيريال في ايدي اللي انا اقدر اقول له اشتغل على ده او هتتدرب على ده. يعني المدرس اشتغل شهر 10 و11 بدون كتاب اساسا، عناوين وبمساعده الكتب الخارجيه اللي جابت بطريقه او باخرى، ما اعرفش جابت المناهج منين. تدريب المعلمين؟ لا، في تدريب للمعلمين. يعني المعلمين السنه دي اللي هم بيدرسوا للسنه الرابعه طبعا لهم دورات تدريبيه لمده 3 ايام ان هم يتدربوا على المنهج اللي هم بيدرسوه، ودي كافيه للمدرس اللي هو الممارس اصلا، ومدرس معين بقى له 10 15 سنه كفايه بالنسبه له، بس يعرف المنهج الجديد بيشتغل عليه. يعني 3 ايام تدريب كانوا كافيين للمدرس اللي هو المتمرس او المحترف، المدرس المتمرس اللي هو معين في التربيه والتعليم اللي شغال بقى له 10 15 سنه بيدرس للطلبه، كفايه جدا كان معاه الثلاث ايام يعرفوه بس المنهج الجديد بيدرس ازاي. انما محتوى ده لو في مدرس شغال بقاله 10 سنين ومش عارف المحتوى بتاع رابعه ابتدائي يبقى يقعد في بيتهم احسن. عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا اعداد المدرسين اللي في المدارس الحكوميه كتيره جدا جدا، هي محتاجه خطه طبعا، عايزه خطه مترتبه ومنظمه جدا، انه انت ازحت الاعداد دي كلها هتديها تدريب وازاي هتعلمهم وهياخدوا قد ايه وقت. هل المدرسين المصريين كانوا مستعدين للتطوير ده؟ البعض بيشكك في فكره ان هم ما كانوش جاهزين وما اتدربوش كفايه. ده مظبوط، ده مظبوط الحقيقه. النقله جت سريعه شويه، وكانت زي ما قلت لحضرتك عايزه بس يتمهد لها، وعايزه خطه شويه طويله الامد، مش ان انا اعملها في وقت قصير قوي كده، لانه الناس مش مستعده ولا نفسيا حتى كانوا مستعدين. لو رجعنا السي في الخاص بالدكتور طارق شوقي بموضوعيه، هنلاقي ان دوله 30 يونيو بالبلدي كده ادت العيش لخبازه لما اوكلت الملف الاخطر والاصعب لرجل المفروض ان ده تخصصه وملعبه الاساسي. ورغم ذلك اعتقد ان مفيش وزير مصري حاليا بيتلقى هذا الكم من الهجوم اليومي زي اللي بيتلقاه وزير التعليم. المشكلة إن بعضنا عنده اقتناع بمبدأ اسأل مجرم وما تسألش طبيب، أو صدق العليل وما تصدقش التحاليل، وده اللي خلى بعض الأمهات شايفين إن تطوير التعليم من زاوية رؤيتهم فقط أقل من طموحاتهم بكتير. عشان كده سألنا ضيوفنا الكرام عن تقييمهم ورؤيتهم لمشروع تطوير التعليم المصري. التطوير مش بس مناهج، هو في عناصر تانية احنا المفروض نتكلم فيها. عندي مدرس، عندي منشأة تعليمية صالحة، عندي منهج بتطور، وعندي طالب يحب ويرغب انه هو يخش مدرسة. التطوير مش هيحصل يوم وليلة، فاحنا ده وقت وزمن محتاجين احنا نبقى صابرين وصابرين عليه. لما بص على المدرس، هو المدرس محتاج ان هو يكون قادر للتغير وعنده الإرادة لها. والسن ما هواش وقت ان انا ما بقدرش اتعلم فيه، بالعكس انا بتعلم كل يوم. المدرس ده بيأدي رسالته، فالرساله دي تكون مرتاح فيها. فما بنيجي بنقول ان هو مرتاح فيها، ان احنا بنتكلم على المنشأة التعليمية صالحة بقى، ان انا اكون مجهز الريسورسز والفاسيليتيز للطلبه موجودين جوه المدرسه. عشان النهوض بالعملية التعليمية لابد أبني العمارة من الأساس بتاعها، وتاخد فترة التطوير دي ما بين 10 إلى 12 سنة. إحنا اهتمينا بالنواحي التكنولوجية أكتر، بناء الشخصية، أو يمكن ممكن يكون مكتوب على الورق، ممكن يكون مكتوب على الورق بناء الشخصية المنتمية للورق، لكن التفعيل هذا المبدأ مش موجود. لأن حضرتك أما جيت عملت التطوير اتعمل، أي تطوير بيجي من فوق لتحت بيفرض على 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 أرض الواقع، بيبقى مفيش قناعة
عند القاعدة إنها تحقق أو إنها تأدي الأداء الجيد لتحقيق هدف هذا التطوير. كلام حضرتك معناه إن وزارة التربية والتعليم لم تستعن بأي خبراء تربويين قبل تطوير المناهج؟ قبل لا، قبل لا. الفكرة جيدة، عارف حضرتك ممكن عندك فكرة جيدة جدا لكن لم يتم تمهيد الأرض بشكل جيد. هو التطوير فكرة حلوة بصفة عامة، ولكن اللي بيبقى مطلوب إن يكون فيه معلم مؤهل للتطوير ده، مواكب التطوير ده. وهل المعلم الحالي مش مؤهل؟ لا. هل ما تم كان كافي؟ اللي تم كان كافي ممكن من ناحية المناهج، تمام، لكن طريقة توصيل أو الكيفية اللي احنا بنوصل بيها للمتلقي اللي هو الطفل، تمام، وخصوصا في السن الصغير، لم يتم التدريب عليها بالناحية الكافية ان انا اقدر ابقى متمكن اللي انا اديله المعلومة اللي انا عايزها توصل من الجزء اللي اتطور فيه المنهج. البرنامج الجديد اللي هو ابتدوا فيه من رياض الاطفال ده المطلوب ان احنا نبدأ من الصغيرين، محتاج بس ان احنا نوعي شوية اولياء الامور عن طريقة البرنامج اللي هو ديسكفري وكونكت بلس وكونكت للمدارس اللي هي الناشنال. طبعا هو مدروس في مناهج فيها حاجات كتيرة، اكتيفيتيز محتاجة ان الطفل في السن ده ان هو محتاجها، ومحتاج طبعا المدرسين يتدربوا، في كتير جدا منهم يتدرب، بس محتاج ان هم ياخدوا مور اكسبيرينس وخبره اكتر في ان هم ازاي يتعاملوا بالمنهج الجديد. راضي عن مناهج رياض الاطفال؟ مناهج الكونكت والكونكت بلس منهج فوق الممتاز. المناهج الجديده بدايه حتى فكره طرحها من ساعه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب بتطوير المناهج ونظام جديد للتعليم، أهدافها الأساسي خروج الإبداع من الأطفال، وده اللي فعلا في رياض الأطفال بدأوه. الطفل بيبدع، بيشتغل بإيده كل حاجة، بيعرف كل الموجود سواء مثلا حيوانات، الجماد، النبات، هو بيعرفه بنفسه، بيرسمه، يعمل أشكال، ده بيطلع منه الإبداع. المشاكل الموجودة حاليا حلها ببساطة مش إن احنا نلغي المنهج، لأن المنهج دوت بقى نيجي نقول مخرجات التعلم. هل الطالب ابني بقى لما أنا كولي أمر ابني هيطلع عنده قدرة على الاستنباط والتحليل والاستخلاص ومهارات التفكير العليا؟ هتبصنا عايز ابني يبقى كده. إزاي ابني يوصل لهذه المرحلة؟ لو أنت دربت المعلم تدريب جيد ووفرت لي المناخ المناسب جوه الفصل الدراسي عشان يعلم. ليه على الأرض شايفين مشاكل؟ لأن الآليات مش متوفرة كلها، فعلينا أن نهدأ في التطوير حتى نقوي من آلياتنا وبنيتنا التحتية اللي محتاجينها في التطوير دوت، فيحدث التطوير تدريجي بدون هذه الأعراض الجانبية البشعة. هل شايف أن ده يعني التعليم الحكومي قرب من جودة التعليم الخاص أو الدولي أو عداهم بتطوير زي ده ولا لا؟ ما عدهمش، هو بقى زي التعليم الدولي يعني، ودي حاجة فعلا مشرفة الواحد لازم يعترف بيها. يعني حضرتك يعني عايز اقول عمرك كله قضيتيه في التعليم الدولي، شايفة ان التعليم الحكومي حاليا في رياض الاطفال وصل لمستوى التعليم الدولي كمناهج؟ كمناهج لا، لسه شوية، لسه عشان كثافة فصول، لو لازم في حاجات كتيرة انا محتاجة اظبطها. كثافة فصول المدارس الحكومية مختلفة عن كثافة فصول المدارس الخاصة. التدريب اللي بيتلقاه المدرس في المدارس الحكومية بيكون برضه ستيل مختلف عن المدارس الخاصة، لأن المدارس الخاصة مش هتستكفي بمجرد تدريب المدرس اللي هو تلقاه، لأن أكيد عايزة تنافس وعايزة تثبت وجودها وعايزة تثبت لولي الأمر إن هو دافع فلوس قصادها هياخد حاجة المفروض إنها مختلفة. من مفاجآت مشروع تطوير التعليم انه اهتم برياض الاطفال، رغم اننا اعتبرناها قديما مجرد مرحله تعليميه لممارسه الالعاب الخفيفه وحفظ بعض الحروف البسيطه. احنا لاول مره لقينا رياض الاطفال الحكوميه والخاصه بيدرس فيها منهج محدد اكثر تطورا عن ذي قبل، مع ممارسه انشطه تعليميه جامعيه رائعه. اما عن طرق القبول فدي يمكن اللي ما زالت مصدر شكوى لبعض المصريين اللي متغاظين من فكرة الانترفيو المعمول بها لدخول الحضانات الراقية. فكرة الانترفيو بالبعض بيروج انها فكرة مستفزة، ازاي انا راجل جايب لكم ابني علمه وبتسألوه، ما انا جايبه علمه. هي بالفعل فكرة مستفزة،
بس مستفز عشان في بعض المدارس بتتناول القصة دي بطريقة غلط. بمعنى أنا جايب ابني انترفيو بلاي سكول، أوكي، فلما أجيبه لبلاي سكول أجي ألاقي إن هو مطالب يبقى عارف الأشكال والحروف وأسامي الحيوانات حسب لغة المدرسة المتقدم ليها، بقى فرنش، ألماني، إنجليش، أيا كان. طب ما هو بلاي سكول، لو هو عارف الكلام ده كله أنا جايبه ليه؟ الانترفيو مهم لحاجة واحدة بس، إحنا بنقبل كل الطلبة وبدون تعالي وبدون، وده في كل المدارس على فكرة، بس إحنا في حاجة بيجينا أطفال ممكن يبقوا اللي إحنا بنقول عليهم ذوي الاحتياجات الخاصة أو بسبيشال نيدز، وعندهم ADD، عندهم ADHD، عندهم أوتيزم، يعني في حاجات معينة بتظهر في الانترفيو. فدول إحنا بنفضل إن إحنا نعمل حاجة بنقول لولي الأمر، ساعات بيبقوا مش واخدين بالهم ومش عارفين إن الولاد بيعانوا من حاجة زي دي، فبنقول لو سمحت ريفير وديه للسبيشاليست أو دكتور أخصائي يقول لي إيه الحالة بالضبط ويكتب لي تقرير، وفي الحالة دي يقول لي إزاي أتعامل معاه. في بعض المدارس اللي ليها طبيعة خاصة اللي لازم تتأكد من مستوى العلمي الأب والأم، يعني مثلا مدارس فرنساوي لازم تتأكد إن أحد الوالدين بيتكلم اللغة الفرنسية حقها، لأن الفرنساوي ده مادة صعبة جدا، وإن بياخد مات وساين يعني ماس وساينس بالفرنساوي، فلازم الأب والأم عشان يساعدوا الطفل. في بعض المدارس مثلا الرهيبات مثلا والرهبان بيحبوا يتأكدوا إن الأهل ملتزم، وهو يعني لأن هم مدارس شديدة ويعني ملتزمة، دي مدارس خاص، فيحبوا يشوفوا الأب والأم هيلتزموا التعليمات ولا لا. لكن ما ينفعش بقى ان انا اخش مدرسه مصاريفها 70-80 ألف جنيه ناشونال، وبعدين يقول اصل الطفل ما بيعرفش يقرا ويكتب، حضرتك ما احنا هيجي نعمل ايه يعني؟ هل لو الاب او الام ما عندهمش لغه وانا مدرسه لغات من حقي ان انا اقول لا انا عايز الاب والام بيجيدوا اللغه نفسها؟ لا، ده ما هو الشرط، ما هو الشرط، اي ولي امر من حقه يعلم ابنه احسن من ان هو يتعلم فيه. نصيحه لكل اولياء الامور، لو دخلت مدرسة ما عملتش انترفيو لابنك ما تدخلش المدرسة دي. ليه؟ بس برضو في بعض المدارس بتبالغ في الموضوع شوية، يعني الانترفيو هو آلة من أو آلية من آليات التقييم للطفل عشان أحطه في المرحلة بتاعته وأنا استعد ليه أشتغل معاه إزاي كمدرسة، لأن الطلبة مش كلهم زي بعض. هل كل الطلبة يعني مستوى تعليمي وتفكيري واحد؟ أكيد لا. يعني في بعض الطلاب عندهم صعوبات تعلم، إزاي حضرتك أخد طالب أمانة موجودة في رقبتي وعلمه زي واحد تاني وده عنده صعوبات تعلم وده ما عندهش؟ طب عنده صعوبات تعلم في إيه؟ في القراءة أو في الكتابة أو في النظر أو في إيه بالظبط؟ ما لازم أعرف. طبعاً هي مستفزة وبتستنفذ أموال أولياء الأمور، لأن بيعملوا انترفيو للطالب أسئلة أكبر من سنه، ولما الطالب بيسقط في الانترفيو ما بيقولوش انت سقطت ليه، او بيرجعوا له المبلغ تاني، مبلغ الانترفيو ما بيرجعش. فهم طبعا بيطالبوا، كانوا عندنا بيطالبوا انهم يعرفوا ان الطالب ما بيتقبلش ليه في الانترفيو او بيترفض ليه، وبالتالي المبالغ بتاعتهم ما بترجعش. ده ضد نظام التطوير التعليم تماما، يعني لان هو بيخش جوه اللي امتحنوا او اللي هم بيسالوه فيه في الامتحان عشان يخش كي جي 1 مختلف تماما عن اللي بيدرسه. فانا طبعا هي فكره، لكن للاسف ثقافه تامه توارثها من جيل لجيل ان هو لازم يتعمل انترفيو وللاب والام عشان يشوف ان هو مستواه كويس ولا لا. طبعا انا ضد واطالب يعني الوزاره ان هي فعلا تتدخل بالغاء هذا الامتحان ويتم الدخول حسب السن. هو الطفل جاي ليه اصلا؟ معلش، هو انت جاي خبير ولا انت جاي طفل جاي يتعلم؟ هو جاي يتعلم، ما اعرفش حاجه، ده طفل جاي من البيت جاي يتعلم، فانك تعمل له مقابله يبقى انت بتهرج، هو ما اعرفش حاجه. تعمل مقابله لولي الامر ليه بأمرت ايه؟ هو انت هتدرس ولي الامر من تاني؟ هو ولي الامر ده جاي يتعلم عندك؟ لا شك انه لازم يكون في انترفيو، بس الانترفيو ده بيختلف من طالب لطالب، فانديفيدجوالز تيكس ديفرنت اكشنز. بس هحط في اعتباري وانا بعمل انترفيو ان الطالب ده بيئته هي ايه، سنه في عامل جامد انه سن بيختلف من يوم بيوم في تقييم الطالب. فايوه نعم، لازم يكون في انترفيو، مش بس مش اكاديمي بس، بالعكس كمان انا لازم اشوف الهابتس بتاعته، السكيلز بتاعته، السوشيال عامل ازاي، ده مهم جدا. انا بنقي بصراحه، بحب وسط اجتماعي معقول وولي امر يعرف يربي ابنه يساعدني، ما بقاش الحكايه، لان في اولياء امور بيعتمدوا تماما على المدرسه، ولو البيت والمدرسه مش بيكملوا بعض العمليه بتفشل.
طب يمكن عايز يطمئن على مستوى ولي الامر الثقافي انه هيقدر يربي ابنه او يعلمه او يشرح له في البيت بنفس الطريقه اللي في المدرسه. هل ده متطلب انك انت تعمله انترفيو؟ انت مش اشترطت مؤهل كفايه ده انت انك انت تشترط مؤهل دي بس برضه كبيره وغلط، بس هنتجاوز عنها. اشترط مؤهل معين، انت مدرسه انترناشونال او مدرسه مستوى عالي جدا فهتشترط مؤهل معين في ولي الامر بس خلاص. طب ولو المعيار المستوى الاجتماعي؟ لا، المستوى الاجتماعي احنا المفروض يتقعد مع ولي الامر ويتوضح لي الصورة عاملة ازاي. انا مع وجهة النظر اللي يجب ان يكون المكان المستوى الاجتماعي متقارب فيه حتى لا يحدث شيء من يعني حد طفل ينبذ طفل اخر او يحصل تنمر بشكل من الاشكال. ولكن مش معنى المستوى الاجتماعي ان يكون كله قريب من بعض ان احنا نرفض عشان ده فقير او ده اكثر غنى او ده اكثر واشد غنى، مش ده اللي قصدي عليه. ولكن قصدي زي ما اقول كده مثلا الاصدقاء يعرفوا بعض يكون مستوى تفكيرهم واحد مع بعض، دوت بيكون ميسر للعمليه التعليميه. طب ايه معايير الاختيار؟ ما انا كمدرسه عندي 100 مكان ومتقدم لي 500، اخد ال 100 دول ازاي؟ احط ضوابط بقى مختلفه، قد يكون السن في المقام الاول ده اللي اخده بيه، انما لا اخذ قدرته على ان هو جاي لي برضه عشان القدره الماديه، ده معارف ان الرسوم عندي كذا قادر ان هو يدفعها. ساعات بحس ان في ثلاث مشاكل في مصر يستحيل ايجاد حلول مرضيه لاصحابها: قانون الايجار القديم، قانون الاحوال الشخصيه، ونظام الثانويه العامه. يمكن الثانويه العامه اصعبهم لاننا حاولنا فيها جميع المحاولات، من ثانوية عامة سنة واحدة لسنتين أيام التحسين لاقتراح بثلاث سنين، لا خلينا سنة واحدة، كل ده دون جدوى ومحدش عاجبه أي حاجة. بل والجديد إن معظم المصريين اغتزلوا تطوير الثانوية العامة فيما سمي بالتابلت. التابلت اللي يعتبر مجرد أداة وبديل للكتاب الورقي تحول الآن إلى المتهم الأول في أذهان الملايين. أنا بنتي كانت في ثانوية عامة السنة اللي فاتت، فكان مش عايزة أقول لحضرتك يعني لأن التابلت ما كانش عامل مساعد خالص، تعرف التابلت بيتاخد ويتقفل ولغاية كده آخر السنة ما يجي يمتحنوا فيه، يعني غير عامل مش مساعد. لكن اللي أنا شفته مع أصحابها والناس العادية كلهم ما كانوش بيعتمدوا على الدروس الخصوصية. اعتمدوا على الدروس الخصوصية؟ طبعًا. حتى مع أسئلة الذكاء أو الأسئلة اللي فيها اختيارات؟ ما هي بقى دي كانت الصدمة بقى، يعني دي كانت صدمة الناس اللي هم اعتمدوا على الدروس الخصوصية فقط، وبخاصة المدرسين التقليديين اللي فضلوا ماشيين بالطريقة القديمة. عشان كده هتلاقي المجاميع السنة اللي فاتت كانت مأساة. يعني المجاميع المنخفضة السنة اللي فاتت في الثانوية عامة أحبطت ناس كتير، هل ده في مصلحة التعليم فكرة فوضى المجاميع المرتفعة انتهت ولا بالعكس يعني هي حسب التصوير؟ شوف أنت حضرتك قلت فوضى المجاميع المرتفعة، لأن أنا لا أتخيل أن طالب يجيب 100% في الامتحان، وخاصة لما كان الثانوية العامة سنتين ونفاجأ أن برضو مقفل الامتحان في جميع المواد وكأنه مغلطش في حرف. وده كان بسبب الدروس الخصية، لأن هما بيعلموا الطالب كيف يجيب على المعلومة في شكل كبسولة، فالامتحانات كانت بتقيس قدرة الطالب على الحفظ وليس للفهم. المجاميع نزلت بس بالتالي برضو نسب القبول نزلت، لكن هل في عدالة في نسب القبول دي؟ بص حضرتك، من زمان جدا وهم بيناقشوا فكرة الثانوية العامة والمجموع، أنا بقول إن مكتب التنسيق أعدل الظالمين. هو أنا عارفة إن فيها ظلم، بس هو ده يعني العدل الوحيد اللي تقدر تلجأ له في الوقت الحاضر. يعني أنا ما أقدرش باللي إحنا فيه ده أعتمد على امتحان قبول في أي جامعة. أنت عارف حضرتك هيحصل إيه؟ لو أنا مثلاً اعتمدت على الطب اللي جايب 50% زي 90% يخش امتحان قبول، وفي هندسة نفس الحكاية، إيه اللي هيحصل؟ الناس هتسيب ثانوية عامة تنجح وخلاص وتركز في المادة دي فقط. أيوة يعني. غير كده اللي بقى اللي يقدر يدخل عن طريق أي حد، اللي بابا جوه، اللي مامته جوه، اللي ليه قرايب، هتبقى فيها شغل يعني كتير أو مش عايزة أقول فيها إيه يعني، بس هتبقى طبعاً هتبقى إشكالية كبيرة جداً للمجتمع، خاصة إن ممكن على طول المصريين ما شاء الله عليهم شاطرين قوي في إنهم يخلقوا أي حاجة موازية. فانت لو حضرتك عملت امتحانات قبول هيطلع لك على طول مراكز دروس موازي، عشان ايه؟ اعداد لدخول كليه الطب، اعداد ل فاهمني حضرتك، زي دلوقتي اعداد لدخول كليه الشرطه. فكره التعليم الثانوي والتابلت في هجوم ما زال شديد عليه، والبعض قال ان في رده من الوزاره، لا ثلاث سنين ثانويه عامه، لا هتبقى سنه. يعني التراجع من الوزاره ده كان يعني كان نقطه سلبيه في التطوير؟
هو مش مستحب طبعا ان احنا نقول حاجه وما ننفذهاش. وانا اتعلمت في حياتي حاجه بجد، ان احنا النهارده لازم الحاجه تدرس كويس جدا جدا، وبعدين القرار لما يطلع ما نرجعش فيه، لان حضرتك النهارده عمرنا ما هنجتمع على حاجه واحده. يعني انا لو حتى اتفقنا عشان نتفق على حاجه واحده صعب قوي، لانه كل واحد ليه وجهه نظر، كل واحد ليه. ليه الناس برضو ما زالت مش راضيه عن الثانويه العامه؟ علشان هو نفس النظام. هم يعني فجأة كده جاء نظام التابلت. طب ايه هو نظام التابلت؟ هنمتحن تابلت؟ لا هنمتحن بابل شيت؟ لا هنمتحن. فكان التذبذب، طالعين نازلين طالعين نازلين، فكان فيها لعب بالنسبة لأولياء الأمور. هيبقى الامتحانات ازاي؟ الأولاد متعودين ان برضو بنحفظ منهج، وانت عارف الثانوية العامة بنحفظ مناهج وبنركز على نقاط محددة. هنا سيادة الوزير مع النظام الجديد هو لا، ما بيقولكش ما هي كذا وكذا وكذا وانت تدخل واحد اثنين ثلاثة، لا هو بيقيس مدى فهمك للمادة، بتفهم روح المادة. طيب برضو هل دي حاجة وحشة؟ خلينا لا 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 هي لا خالص، بس هي برضو الفكرة جديدة، فمع كونها جديدة لما ناخد وقت والناس تتعود خلاص. فكرة التابلت لازم يكون عندي شبكة انترنت قوية، اوكي، اقدر ان انا اوظف بيها القصة دي. انا الشبكة التحتية بتاعت الانترنت بتاعت بلدنا مش قادرة انها تعمل ده، بدليل ان هي لما اتعمل امتحان التجربة اللي كان موجود الدنيا وقعت خالص. مفيش تابلت بيغني عن كتاب، بمعنى الدولة اللي مصنعنا التابلت نفسه ما بيستخدموهوش لولادهم، لان احنا تعودنا حتى ان انا كتاب موجود بعلم فيه، بكتب نوتس، بكتب تعليق من مدرس حاجة قالها، هعمل ده في تابلت ازاي؟ استخدمه ان انا حاجة اعمل بيها ريسيرش، او ان انا اعمل ادور فيها على حاجة او الكلام ده، كحاجة ادعم بيها بس ما يقدرش ان هو يلغي لي الكتاب ان كل الكتب تنزل عليه. يعني ايه الهدف المرجو من ده؟ هل التحول للتابلت ده كان تصرف غلط؟ بس مش اساسي يعني. احنا محتاجين التابلت، محتاجين ان احنا نبقى متدربين على كده، بس فين السنين اللي فاتت اللي قبليها؟ يعني هو الطالب مفروض كان اتدرب قبليها. هو يا مرحلة انتقالية، تالت اعداد واولى ثانوي، هنا كتب هنا تابلت، فنظام جديد على الطالب. الثانوية العامة والتابلت نالت هجوما كبيرا في الفترة اللي فاتت، والناس دايما بتحصر التطوير وكأن التابلت هو التطوير مش الوسيلة. يعني من وجهة نظري ده خطأ، لأن عمر التطوير بيجي من خلال الأجهزة. أنا أوظف الجهاز ده إزاي يخدم العملية التعليمية؟ واللي حصل كان إيه؟ يعني هي في البداية كانت فيها مشكلة وإحنا كلنا عارفينها، أن الولاد قدروا يفكوا بعض البرامج، لأنها كان طبعا مشفرين البرامج ديت، لكن عندنا الذكاء المصري ما شاء الله، فبدأوا يستغلوه في استغلال غير سوي. طلبة الثانوي بالتابلت، طب ما هو طبيعي الطالب طول النهار بقت حياته كلها الموبايل عليه انترنت وبيلعب العاب معينه، يعني ايه اشمعنى احنا وقفنا عند تابلت التربيه والتعليم اللي مزعلنا؟ لا ما هو لما تقرر عليه التابلت فلازم انترنت، فكل اسره دخلت انترنت عندها في البيت. يعني يمكن ده مختلف في القاهره عن باقي الصعيد. الانترنت لما دخل في الصعيد مره واحده لطالب ما كانش معاه موبايل، لا ده مسك موبايل ومسك تابلت وبيجي متوفر ليه انه يدخل على النت، فده خد دماغه لحاجات كتيره في الانترنت. وطبيعي يعني اي طالب بيمسك موبايل جديد، تابلت جديد، لازم يستكشف التابلت ده، لازم يعرف ايه اللي فيه. بس هو اتقفل تقريبا، ما ينفعش يدخل منه على اي مواقع غير التربيه والتعليم. لا اتعمل له هاكر وبيتفتح وبيدخل على اي حاجه، وفي الفصول نفسها في المدرسه. طب في نقد تاني للتابلت، ان الولاد بيستخدموه في الدخول للمواقع الاباحيه، وان هو بيسيء استخدامه بصفه عامه. لا هو في كنترول من الوزاره. يعني أقول لحضرتك حاجة، يعني العام الماضي كان امتحان من امتحانات الإلكترونية تانية ثانوي أو ثانوية عامة لا أعتقد، يعني الوزارة اكتشفت أن هناك إجابات متشابهة حوالي 60-70 ألف طالب، يعني أن هناك غش جماعي وهم قاعدين في البيت. فهي كل حاجة يعني وصلك أن كل حاجة مراقبة في على التابلت اللي بيخش أو بيتم. حتى في امتحان الثانوية عامة العام الماضي كان هناك حالات حوالي اكتر من 100-150 حاله تم عندهم الهاكرز للتابلت، وكان مدخل برامج وعشان يعرف يغشوا الكلام ده، وتم كشفه في الامتحان وتم تحويل النيابه ومنعه سنتين من اداء الامتحان. كل ده معروف. يعني النهارده الاولياء الامور لهم مفاهيم ورؤيه تانية خالص،
وهم عايزين الأسلم والأأمن لولادهم، والأأمن إن أنا أذاكر وأجيب النمر النهائية وأخش الجامعة اللي أنا عايزها، وكله عايز يخش طب وهندسة وصيدلة. فالنهاردة الفكر ده عشان يتغير محتاج وقت، محتاج توعية لولي الأمر. التعليم حاجة والنمر النهائية حاجة ودخول الجامعات القمة دي حاجة. مش في طلبة النهاردة متعلمين كويس جدا 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 وعندهم معلومات هائلة، وما همش ولا في طب ولا في صيدلة ولا في يعني وشخصيات محترمة جدا في المجتمع. لما تقتصر النظام كله في تابلت ده مش معقول. التابلت ده مجرد وسيلة، متفقين ان ده وسيلة للتعلم، بيساعدك انك تتعلم. التابلت قرار لما خدت الوزارة، الوزارة مزعها اكتر من 2 مليون تابلت على طلبة الاولى سنة وتانية سنة وتالتة سنة، عدد كبير مكلف مليارات مبالغ. المناهج تم او نظام التقييم اختلف، وده اللي ظهر في العام الماضي في الثانوية العامة، ما حدش جاب 100% زي السنوات الماضية. ده ليه؟ لانه هو عايز يوصل للطالب يقول لك انت برضو فكرة الحفظ، انت ليه تحفظ؟ ما انا بديك بساعدك على نظام جديد انك تفهم وتساعد نفسك. أعتقد لو كان حد جه من 3 سنين قبل الكورونا وقال لنا عن التغييرات اللي حصلت في حياتنا بسبب الفيروس ده كنا نتهمه بالتخريف أو المبالغة. لو حد كان قال إن جميع الطلبة على جميع المستويات ممكن ياخدوا دروسهم ويمتحنوا أونلاين أكيد ما كناش هنصدقه. وهنا لازم نعترف إن مشروع دكتور طارق شوقي كان فيه بعد نظر ورؤية مستقبلية لما تضمن الدمج بين التعليم التقليدي والتعليم عبر الإنترنت، لدرجة أن البعض قال على سبيل الدعابة أن الكورونا أنصفت وزير التربية والتعليم لما أظهرت أهمية الأونلاين والتابلت في التواصل. لكن السؤال الأهم هو اللي جاي إيه؟ وقال إحنا في طريقنا مع الميتافيرس اللي أطلقه زوكربيرج لمدرسة افتراضية أو تعليم إلكتروني كامل؟ تعليم عن بعد ما ينفعش يبقى بديل للتعليم التقليدي؟ استحالة، ولن يحدث في يوم الأيام، لكن هو جزء من الوسائل التعليمية في اللي أنا بستخدمها لتوصيل المعلومة بالنسبة للطالب أو التلميذ. لأن لا يمكن أي وسيلة تكنولوجية مهما تقدم العلم في وسائل الاتصال أن يغني عن وجود المدرس، وأن يكون هناك تواصل فيس تو فيس ما بين المدرس وبين التلميذ أو الطالب. لأن حضرتك وإلا لو كان ده التعليم عن بعد ينجح في ذلك أنه يكون يعني بديل، كان كل دول العالم المتقدمة قفلت جامعاتها ومدارسها وخلاص وخلى التعليم في المنازل. لأن حضرتك الدور المدرس هنا ليس مجرد أن أنا بعلم الطالب المعلومة وبشرح لها له، ده دوري مهم جدا من خلال تربية وتوجيه وتثقيف وتنشئة وبناء شخصية وتعليم. ولهذا أطلقوا على الوزارة وزارة التربية ثم التعليم. لا غنى عن المعلم وجها لوجه. بتفرق. بتفرق كثير جدا. بتفرق، لكن هي يعني حضرتك كأستاذة يعني تربوي، هل فعلا وجود الطلبة مع بعض في المدرسة ده بيفرق في مستواهم بشكل ملحوظ؟ طبعا. يعني أنا دلوقتي ما بيبقى فيه تفاعل داخل الفصل أفضل ولا تفاعل من بعد، دي بتساعد على حل بعض المشاكل. لكن أنا دلوقتي إيه البديل لمشكلة كورونا؟ الإنترنت، التلفزيون، الإذاعة. لكن الأساس هو المعلم ووجوده داخل الفصل. كان زماننا سنتين بتوع كورونا قاعدين في البيت، الولاد ما بيعملوش حاجة خالص. يعني أقصد النهاردة إحنا واجهنا المشكلة بحل كان جيد جدا. يعني أنا في التعليم الدولي مثلا بالنسبة لي الأونلاين تيتشنج والأونلاين تيستنج ماشي، حتى الامتحانات كانت معمولة أونلاين. فالنهاردة الولاد في البيت، مش هقدر أقول لحضرتك إن التجربة ناجحة 100% لسبب إن في أولياء أمور وطلبة ما كانوش بيحضروا بانتظام. مهما كان المعلم لازم يكون قدامك ولازم يبقى فيه كيمستري وفيه انتراكشن. هل في اونلاين؟ في، بس ما عمر ما بيبقى بديل للانتراكشن. التعليم الاونلاين ممكن يكون بديل اللي هو بوست جراديويت مش اندر جراديويت. تمام، بوست جراديويت انا رايح بمزاجي وعايز ادرس حاجه بمزاجي، تمام، فهبقى مهتم بيها وهبقى مهتم بالمتلقي. لكن النهارده طول ما انا اندر جراديويت
انا مش خايف من حاجه، انا مش مجبر على حاجه، ده رقم واحد. رقم اتنين، مفيش تفاعل. تمام، النهارده المدرس لما بيبقى واقف بيشرح على السبوره زي ما احنا اتعلمنا زمان، تمام، وقاعد بيتكلم، واللي بيتكلم او مش واخد باله قاعد مع بيقول له يا حبيبي خد بالك معايا، بيعدي ما بين الولاد، مين عارف دي مين مش عارف دي. استفادوا الطلبه المصريين من بنك المعرفه ومن قناه مدرستنا؟ طب ما دي بقى مشكله، ان مش الطلبه بتوع الثانويه العام، طلبه الجامعه استفادوا ولا لا؟ ودي مشكله، بس ما نقدرش بقى نرمي العبء على الوزاره سواء تربيه وتعليم او تعليم عالي، هم وفروا لك الوسيله. هل انت بقى بتستخدمها ولا بتستخدمهاش؟ ما بتستخدمهاش يبقى التقصير من مين؟ من سيادتك. مين اللي استفاد؟ اللي عنده خلفيه في التعامل مع بنك المعرفه، مش الكل برضه عنده الخبره دي. الطالب هيستفاد ازاي بدون ما وجود معلم عنده خلفيه ازاي يتعامل مع بنك المعرفه؟ الطالب نفسه ما يعرفش يتعامل معاه؟ لا، دي سهله جدا، يدخل ازاي على بنك المعرفه ويتعامل معاه، لكن من خلال المدرس، لان دلوقتي المدرس بيوجهه لبنك المعرفه لجزئيه معينه. المنصه دي كانت فكره رائعه بصراحه. بنك المعرفه كان فكره طبعًا رائعه طبعا. ليه؟ طبعا، لان النهارده عايز اقول لحضرتك حاجه، حتى المدارس الانترناشونال النهارده، احنا العربي والدين والمواد الاجتماعيه دي مناهج الوزاره، لما بيخشوا ياخدوا اسئله ويشوفوا الدروس والولاد النهارده يشوفوا الشرح اللي محطوط على المنصه، لا طبعا معمول باجاده شديده جدا، والولاد فعلا بتستفيد منه. عندك كام في الميه من الطلبه اللي بتتعامل معاهم ممكن يدخل على بنك المعرفه يجيب معلومه او يتفرج على القنوات التعليميه؟ ممكن 2% من الطلبه هو اللي ممكن يستفاد، لانه عايز يستفاد. سنتين اونلاين، انت بتاخد من الناس نفس المصاريف ليه؟ وليه الامر شايف ان انا ابني قاعد في البيت ما ينفعش تاخد مني نفس الفلوس؟ هو انا مش عندي نفس الرننج كوست ولا اتغيرت؟ ابنك موجود او مش موجود، انا عندي نفس الرننج كوست، هي المدرسين موجوده، تمام، هي مصاريف التشغيل موجوده، هي المصاريف اللي انا بتحاسب منها من التربيه والتعليم موجوده. طب ازاي حضرتك بتطالبني وانا على فكره المدرسه مفتوحه، حضرتك اللي عايز تقعد في البيت؟ يعني المدارس اثناء الكورونا ما وفرتش فلوس خالص؟ هي نفس الرننج كوست، مرتباتك هي والايجارات كهرباء كل هي حاجه استهلاكك كما هي نفس الرقم، حتى بالعكس مع غياب الولاد مفيش انشطه مفيش الكلام ده، زاد كمان زي. الاونلاين، ما حضرتك النهارده عايز توفر ان انت توصل لكل اولياء الامور، النهارده اضطرينا ان احنا نخش نشترك مع شركات ليها منصات، تمام، ان احنا نقدر نوصل لولي الامر وندخل البنيه التحتيه بتاعه الانترنت، عشان طبعا زي ما حضرتك عارف ده ابلود مش داونلود، الداونلود اسهل، تمام، فكان لازم ان انت توفر كل الحاجات دي عشان تودينا نفس يعني الخزنة. ميزانيه الاي تي زادت عندك بنسبه طبعا كام في الميه مثلا؟ بنسبه 150% او 200%. انا كان في الحسبان الكلام ده خالص. الاوتوبيسات، حصل مثلا ايام الكورونا خناقه شهيره بين المدارس واولياء الامور، احنا اولادنا ما راحوش المدارس ادونا فلوسنا، وقد قيل وحصل ظلم بين للمدارس في الموضوع دوت. ازاي انا اقول لحضرتك ازاي؟ النهارده حضرتك المدرسه عندها عربيات، والعربيات دي ليها سواقين، والسواقين فيها مشرفات، تمام، الحاجه الوحيده المدرسه وفرتها وفرت حاجه واحده بس، الجهاز. هل المدارس الخاصة بتستغل فعلا أولياء الأمور زي الانطباع السائد، ولا المدارس الخاصة بتقدم خدمة كويسة واللي مش عاجبه يروح عند مدرسة ثانية؟ يعني صاحب المدرسة فتح المدرسة عشان يقدم خدمة للمواطنين؟ لا، يعني في منافسة بينه وبين المدارس الثانية، فطبيعي عايز يقدم أحسن خدمة ممكنة بأحسن سعر ممكن مقارنة بغيره زي أي منافسة. ده المنافسة الحرة اللي هي موجودة في العالم الغربي، اللي هي فعلا منافسة سوق وكله بيتنافس مع بعض، مش منافسة احتكارية اللي موجودة عندنا. اللي موجودة عندنا منافسة احتكارية، بمعنى ايه؟ بمعنى ان المدارس مش هنقلل الفلوس بتاعتنا عن كذا، الوزارة تيجي تصنفهم مستويات كلهم بيحطوا اعلى رقم في المستوى بتاعهم. حتى لما جينا في الكورونا واللي ما كانوش مشتركين في الباصات واللي كانوا مشتركين ودافعين بقيه السنه ما رضوش يديهم الفلوس بتاعت الباص. طب انت بتاخد فلوس الباص عشان توصل ابني طول السنه، انت وصلت شهرين لا مفيش فلوس، طب بقيه الفلوس الدراسيه لا مفيش فلوس، ما احنا عندنا مصاريف، انت عندك مصاريف، بس هل انت فعلا بقى كمدارس خاصه المدرسين مصاريفك في اثناء فتره الاجازه هي نفسها اثناء فتره الدراسه؟ كانت اكتر. اكتر ازاي؟ كانت اكتر، لان هو كده كده بيدفع مرتبات هي بتاعه السنه اللي قبلها، وزاد عليها تكاليف الاونلاين بالانترنت بان مفيش غيابات لان المدرس بيقبض قبضه كامل، فاللي كان بيصرفه زاد على كلام اصحاب المدارس. ومين قال ان المدرس اصلا فضل شغال ان هم خلوا المدرسين زي ما هم شغالين؟ لا يا سيدي فاضل، معظم المدرسين اللي بيشتغلوا في مدرسه خاصه مشوه. هو بيقول في البساطه ان هو وفر الجهاز بس، لكن سواق الباص زي ما هو، المشرفه زي ما هي.
مشرفة ايه يا فندم؟ انا بقول لحضرتك لا، عايزين بقى نجيب بقى الاحصاءات الرسميه الفعليه ونشوف المدارس اللي بتحتفظ بالمدرسين بتوعها ونشوفهم بيدوهم كام فعليا، مش بيدوهم كام على الورق. احيانا بشعر ان مشكلتنا الاساسيه اننا دايما بنشوف اي حاجه من زاويه واحده بس، يعني بحكم على مشروع قومي كبير من خلال كتاب ابني بيدرسه او راي زوجتي واصحابها شايفينه. تطوير التعليم في أي دولة في العالم عادةً بياخد حوالي 20 سنة، وإحنا بقالنا في التطوير 4 سنين فقط. كان فيهم إيجابيات وسلبيات بيتم إصلاحها وتداركها، لكن المهم إننا نتفق على موقف ونثبت عليه. يعني بقالنا سنين بنصرخ من الدروس الخصوصية، ولما الدولة قفلت المراكز أو السناتة زي ما بيسموها الناس، بقوا برضو بيصرخوا عايزينها تشتغل. بنشتكي من كثافة الفصول اللي وصلت في بعض المناطق ل 80 و90 طالب، رغم ان ولادنا بيروحوا السناتر دي ومعاهم 200-300 طالب. كل ده هنناقشه مع حضراتكم بهدوء في الجزء الثاني من حلقتنا عن التعليم المصري. انتظرونا الاسبوع القادم. هل في خطورة ان احنا يجينا وقت حتى المدارس الخاصة مابقاش مكفية اللي عايزين يدخلوها؟ وده احتمال كبير جدا، وعلى فكرة ده مش بصالح ولي الامر السبب، ده بيقلل المنافسة. النظم التعليمية لا تنقل، لأن كل نظام تعليم مرتبط بالبيئة الخاصة بيها، ولازم يكون عندي كل الأنواع أنها تكون موجودة. بس هي الفكرة، هل عندي المدرس المناسب لكل الأنواع اللي موجودة دي؟ الدروس الخصوصية لن تلغى ولن نستطيع أن نقضي عليها إلا إذا تمكننا نحن كوزارة التربية والتعليم من إعادة الطالب والمدرس إلى المدرسة مرة أخرى. الثقافة بتاعت الشعب المصري إن أنا أعمل اللي عليا مع ابني وبنتي، أدي له دروس. إحنا كأولياء أمور شايفين إن المناهج صعبة، فمحتاجين نستعين بالمدرس لأنه هو ملوش دور قوي في المدرسة. مفروض الكتاب الخارجي يحل محل كتاب المدرسة، يا إما يتلغي الكتاب المدرسة الطلبة مش عايزينه. مفيش طالب بيستخدم الكتاب المدرسي. المرتبات بتاعتهم صراحة مش هتكفي ان هو يعيش، يعني نكون واضحين. انا في عندي مشكلة تعلق بمدرسين بتتراكم بشكل سنوي، ان انا في عندي عجز دائم، كل سنة العجز بتاعي بيزيد برقم كبير جدا، العجز وصل 300 ألف مدرس.